لنقل أن لدينا مستطيل، لنرسم مستطيل. هذا هو المستطيل، هذا هو المستطيل، ولدينا قطران يقطعان المستطيل، هذا واحد منهما وهذا القطر الآخر وهذا المستطيل. ارتفاعه h، فهذه المسافة هنا هي h، وعرضه هو w، عرضه هو w. ما سوف نعرضه في هذا الفيديو أن كل هذه المثلثات لها نفس المساحة. الآن عندما تنظر إليها فسوف يبدو واضحا لك أن هذا المثلث بالأسفل هنا له نفس مساحة المثلث، له نفس مساحة المثلث الأعلى. هذا المثلث يبدو كأنه مقلوب، فهذان الاثنان لهما نفس المساحة. هذا يبدو واضحا بشكل منطقي حيث أن لهما نفس أبعاد القاعدة وهو العرض، ولهما نفس الارتفاع لأن هذه المسافة هنا هي نصف ارتفاع المثلث بالضبط، فهما متماثلان، مثلثان متساويان لهما نفس المقادير. الآن يبدو واضحا بنفس الدرجة أن هذا المثلث على اليسار له نفس مساحة، له نفس مساحة هذا المثلث على اليمين، هذا واضح بنفس الدرجة. ما هو غير واضح أن هذه المثلثات البرتقالية لها نفس مساحة المثلثات بالأزرق والأخضر، وهذا ما سوف نعرضه هنا. ما يجب أن نفعله في الواقع هو أن نحسب مساحة المثلثات المختلفة. لنبدأ في المثلثات البرتقالية. قبل أن نفعل ذلك دعونا نتذكر ما هي مساحة المثلث. مساحة المثلث تساوي نصف قاعدة المثلث ضرب ارتفاع المثلث. هذا من أساسيات الهندسة. بعد أن قلنا ذلك دعونا نجد مساحة المثلث البرتقالي، فسوف تكون نصف ضرب القاعدة، وقاعدة المثلث البرتقالي هي هذه المسافة هنا، إنها W. إذا نصف ضرب W، سوف أكتبها بلون مختلف، نفس اللون الذي كتبت W به. إذا نصف ضرب W، ما هو الارتفاع هنا؟ ما هو هذا الارتفاع؟ ما هي هذه المسافة؟ فقد قلنا أنها بالضبط نصف ارتفاع المستطيل. إذا ضرب نصف ضرب ارتفاع المستطيل H، فماذا ستكون إذا؟ لديك نصف ضرب نصف وهو ربع، ربع ضرب العرض W ضرب الارتفاع H، إذا ربع العرض ضرب الارتفاع. إذا مساحة هذا المثلث هي ربع WH. لهذا المثلث نستخدم نفس المنطق فلهما نفس المساحة. الآن ما هي مساحة هذان المثلثان بالأزرق والأخضر؟ مرة أخرى المساحة سوف أكتب هذا باللون الأخضر. المساحة تساوي نصف القاعدة، إذن هذان مقلوبان على الجنب، فأفضل قاعدة يمكن اختيارها هي هذه المسافة هنا. وإذا نظرت إلى هذا المثلث فهذه المسافة هنا وهي ارتفاع المستطيل H، فنحن الآن نتعامل مع القاعدة في هذه الحالة إنها ارتفاع المستطيل H. لا أريد أن تختلط الأمور عليكم، لا أريد أن أشوش عليكم، فماذا سيكون الارتفاع لهذا المثلث الآن؟ فهذان المثلثان مقلوبان على الجانب، فماذا ستكون هذه المسافة؟ إنها بالضبط نصف العرض، صحيح؟ فنحن نذهب بالضبط نصف هذه المسافة هنا، هذه النقطة هنا هي بالضبط نصف المسافة بين هذان الضلعان ونصف المسافة، هذه المسافة هنا هي نصف العرض أي نصف W، أو أن ارتفاع هذه المثلثات المقلوبة على جانبها هو نصف العرض، فالارتفاع هنا هو نصف العرض نصف W.
مشوش قليلا. القاعدة تساوي ارتفاع المثلث، والارتفاع هو نصف العرض. على أي حال، إذا المساحة هنا تساوي نصف ضرب نصف وهو ربع، الارتفاع ضرب العرض وهو HW، أو يمكن كتابتها ربع العرض ضرب الارتفاع وهو نفس المساحة تماما. فالمساحة هنا ربع العرض ضرب الارتفاع ربع WH، المساحة هنا ربع العرض ضرب الارتفاع أيضا، وهي نفس مساحة كل من هذان المثلثان البرتقاليان، وهذا يبدو منطقي لأن كل منهم هو ربع مساحة المستطيل. آمل أنكم استمتعتم بذلك.